يا ترى يا ابو علي يا شبروخ لو عايش الايام دي كنت عملت ايه؟ فاكر لما كنت بتعمل مقالب في الانجليز وتكرههم قد ايه؟ دلوقتي ما اعرفش هتكره مين ولا مين ولا مين، ده بقوا كتير يا ابو علي. عموما انت علمتنا حاجه، واحنا عشان بنحبك تعلمناها، ان احنا نقف قدام الظلم ونقول لا، نقف قدام الجبروت ونقول لا، وننضرب زي ما ننضرب، ونتعمل فينا زي ما يتعمل. وانا فاكر عينيك يا ابو علي وانت نايم على الارض وبيضربوا فيك بجزم العساكر، وعينيك فيها ابتسامه تطرد الغضب. الله يرحمك يا ابو علي يا شبروخ. في منين السيد البيش الشواتفي كان مقر اقامته، انما اجى منين وابن مين واهله فين ما نعرفش. احنا طلعنا لان الكبار بيقولوا له يا ابو علي. ابويا علي الشمروخ كان حاله لوحده، لا يرى الا وهو ماسك الفاس او الكوريك وموطي على الارض، كان دايما موطي في الارض، يا اما بيحمل سباخ يا اما بيخرط الارض، انما ما تشوفوش واقف. حتى لما كان بيقف، لما كان بيقف يستريح كان برضو بيبقى متني كده. انما اما كنا نقعد معاه تحت المنجاية، هو كان عنده كوز سلمون مصدي يعمل فيه الشاي ويشربه فيه وعلى النار كده على الحطب. انما لما كنا نقعد حواليه ويحكي لنا الحواديت بتاعته، ساحر، حاجة ما لا يتصورها احد. عينيه كان وشه مكرمش، ايديه مكرمشة، رجليه عليها جلخ زي الزرد، وكان يقول لنا شوف الجزمة الرباني. انما عينيه بحرين من الحنان، وكان واعي قوي وعارف وفاهم. ما كانش يحب العمدة ولا شيخ الغفر ولا شيخ الجامع ولا شيخ ولا بقال التموين، الإدارة اللي في القرية الحرمية، اللصوص اللي في القرية كان عارفهم كويس. أبو علي الشمروخ كان يقول لي أنت يا أبو عزة راجل يالا. وكانوا الإنجليز بيجوا هنا، أن الإنجليز قريبين قوي من هنا، من هنا المعسكرات بتاعتهم تبدأ من معسكر المحجر وتنتهي في بورسعيد أو في الإسماعيلية. في عساكر إنجليز أمناء مخازن أو شوشية بياخدوا الحاجات بتاعت الطباق والشوك والمعالق والسكاكين والناموسيات والبطاطين، ويبقوها في سوق الاثنين بتاع أبو حماد. وبعدين شوية تيجي كبسة تفتش البيوت هنا وياخدوا، لازم كل مرة يلاقوا حاجة إنه بتباع، ياخدوا الحاجة عشان يبيعوها تاني. بس يلزم لهم متهم أو اتنين يشيلوا الحكاية دي، وكان شيخ الغفر بيتصرف في الحكايه دي، وكان القضاة المصريين بيدوهم شهر او ست اشهر حاجه زي كده. مره ابويا علي واقف تحت المنجايه، وكان العربيه بتاعت الانجليز جت ونزلوا يفتشوا في الـ في الـ في البلد. فروحت قلت له ازيك يا ابو علي؟ قال لي ازيك يا ابو علي؟ والنبي انت بقيت واد انت يا ابو عزت؟ انا طول عمري اعرفك ذكر. ايه يا ابو علي في ايه؟ قال لي العربية بتاعت الانجليز دي روح فس العجل بتاعها. فانا قلت الله، فس العجل تمام هينفخوه. جريت على البيت، رحت جبت قصة الجاز ومشت الكبريت ورحت دل على البطاطين ومولع وخلعت. رحت قعدت اكل مع عمي، سمعنا الفرقعة، الكاوتش بقى يفرقع والصوات وبتاع وايه. فجريت اتفرج، العمده وقف قال للساده ودفان، قال له الفاعل كوم يا سيد وعمرك كوم. فكان ابويا علي قاعد في تحت المنجايه ورا، قال له حمرا يا عمده. فراحوا جابوه ادوا له علقه. انا كنت دايما اقول له يا ابو علي نفسي اجلع هدومي وانزل استحمى في عينيك. يقول لي تغرق يا ابو عزة تروح لامك فين؟ اللي لما ضربوا جيت لقيتهم بيضربوه، رميت نفسي عليه وقلت لهم يا ولاد الكلب سيبوه، انا لو لقيت العربيه سيبوه. وبعدين لقيت كانوش غرقان دم،
بس كان في عينيه ابتسامة رضا ساحرة، وهو بيئن من الألم، وأنا واخده في حضني وعمال أعيط. جه العمدة قال لأمي خدي ابن كيهان لو ادهولك السجن مؤبد. وأنا روحت طبعا ليلتها ما نمناش، لا أنا ولا أمي ولا نجم أخويا، كنا قعدنا نعيط طول الليل. تاني يوم الصبح رحت لأبويا علي أشوف إيه اللي حصل، قالوا ده ودوه السجن، أبوك علي في السجن يمكن 3 شهور، وقالوا أبوك علي مات في السجن. عايز أسبوع أو أسبوعين أجازة وتكون في القاهرة؟ سكن عائلي 5 نجوم لشخصين أو 4 أو 6 أشخاص، نادي دريم بلازا للأجازات. مدينة متكاملة الخدمات من حواليك. ادفع مرة واحدة واستمتع بأجازتك لمدة 40 سنة في القاهرة أو أكثر من 2000 منتجع حول العالم. لدينا كل ما تتمناه أكثر. نادي دريم بلازا للأجازات. اتصل الآن من أي محمول على 2321 أو من أي خط أرضي على 0900-9131. السعودية 700-56-551. واسمع وارسل صوت الأذان من مكة المكرمة. الله أكبر، الله أكبر. المسجد الأقصى، المسجد النبوي الشريف، ومن مصر. الله أكبر، الله أكبر. وكان له حواديت كمان اختراع من تأليفه، وكان يقول لك ان هو كان عشق بنت ملك الجن الاحمر، هربت معاه ليلة فرحها على ابن عمها عيرود الامير عيرود، وخدت عمك ابوك علي على كتفها وعلى جرايلها، وقلت الشعب الشعلق يا علي الشعلق، وايه وطارت بيه. وبعدين نزلت بيه في مكان كده قاعدين بيتكلموا،
واذا بالحيط انشق ده جروات عم ابو كعلي دي الحيط انشق الجدار انشق وظهر منه الصعصعان وزير ملك الجن الازرق اللي هي اللي هو خطف بنته ابو كعلي او اللي هي خطفها وعمل له محاكمه وخافوا لو يكون عمل فيها حاجه فجه الحكيم بتاع الجن الاحمر وكشف عليها وقال امان امان وسليم فقالوا له يعني ايه جزاتك نعمل فيك ايه نرميك في بلد حفره جفره وهو بيقولوا على بلدنا دي هنرميك في بلد حفره جفره الجعان فيها صايع والحق فيها ضايع ورجالتها انت من نسوانها وراحوا حدفين هنا في عزبه ابو نجم وكانت تنتهي حواليته كده الله يرحمك يا علي يا شمروخ ده حاجة من الحاجات ده من معلم من أساتذتي اللي علموني الحب وعلموني الفروسية وعلموني القناعة وعلموني الشرف أبويا علي الشمروخ ده رحمة الله عليه أبويا علي الشمروخ اللي هو الفيلسوف الفلاح الفقير خالص اللي هو أفجر من الدبور الأحمر هو كان يقول لك أنا أفجر من الدبور الأحمر ليه الدبور الأحمر؟ لأن الدبور الأحمر ده في أي جحر بيخش ينام فيه إنما باقي الحشرات بتعمل لها مرتبة كده قشر بتاع عشان تنام عليه Thank you.